جايب لكم انا النهارده حته من ابلكيشن حكايه. الابلكيشن بتاع النهارده هو ابلكيشن اسمه جوجل فوتوز. جوجل فوتوز ده ابلكيشن من جوجل، طبعا باين من اسمه. بتقدر انت من خلاله ترفع عليه كل الصور والفيديوهات بتاعتك وتعمل لها باك اب على سيرفرات جوجل. طب انت بتستفاد منه؟ طبعا احنا هنشرح مميزاته بعدين، بس اهم حاجه مثلا فيه ان انت تقدر تعمل باك اب عشان لو مثلا الصور بتاعتك والفيديوهات مثلا هتعمل على التليفون بتاعك تبقى موجوده على جوجل فوتوز، او صوره او فيديو. فيه مميزات كتيره جدا نتكلم عليها النهارده، بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو مش تنسى تعمل سبسكرايب لو مش عامل، وتعمل لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. تمديد احنا نبدا سكرين ريكورد على التليفون عشان يبقى الشرح دايركت على طول. كل عليك انت بعد ما تنزل جوجل فوتوز وتفتحها هتفتح معاك بالمنظر ده. تمام، انت اول ما تنزلها تدخل جوجل اكونت بتاعك، بعد كده يقول لك حاجه اسمها جيتنج فوتوز اللي هو بيحمل الصور والفيديوهات اللي عندك. انت بقى على حسب، لو انت عندك صور وفيديوهات كتيره فممكن ياخد وقت معاك في التحميل، لو خد وقت كتير ما تقلقش عادي لان الداتا بتكون كتير. لكن لو انت عندك حاجات بسيطه فهتلاقي الموضوع عادي بيس قشطه معاك والحاجه بتتفتح معاك او الصور بتتحمل معاك بسرعه جدا. دلوقتي انت بعد ما تفتح الابلكيشن بالمنظر دوت هيظهر لك بقى كل لما حمل معاك هيظهر لك كل الصور والفيديوهات بتاعتك. احنا هنستنى طبعا النهارده مش هقول كل المميزات لان كتيره جدا، فانا النهارده اقول كده كام ميزه صغيره. اول ميزه وهي الداونلود. لو انت مثلا عملت حطيت صورك وعملت لها باك اب على جوجل فوتوز وجيت مثلا مسحت صوره من عندك بالجهاز بالغلط، او انت مثلا عاوز تسترجع الصوره دي على جهاز تاني، عاوز مثلا تسترجعها على اللابتوب بتاعك، عاوز تنزلها على اللابتوب بتاعك او تابلت او اي حاجه تاني، فبتدوس هنا كده على الصوره اللي انت عاوزها، بتدوس على الثلاث شورت وبتدوس على داونلود. طبعا انا هنا موجود عندي على الجهاز بيقول لي ديليت فروم ديفايس، فانا هعمل ديليت وارجع ادوس على الثلاث شورت تلاقي داونلود. كانت اول ميزه عندك اللي هي داونلود لو انت عندك الصوره ممسوحه او عاوز تحطها او عاوز تنزل الصوره على اللابتوب بتاعك. تاني ميزه وهي جوجل فوتوز بيقدر يتعرف على الوحوش، على وشوش البني ادمين او كاتس او قطط او اي حاجه حرفيا. ما تسالنيش ازاي، لان انا ناسي معرفش، انا ذات نفسي معرفش. انت كل عليك انت بعد ما تفتح صوره انت عاوزها هتدوس على بيبول وهتلاقي مثلا صوره ايلون ماسك. لو انت عندك كذا صوره لكذا شخص، يعني مثلا ايلون ماسك لو عندك ليه كذا صوره فهيجيب لك كل الصور الخاصه بايلون ماسك. حتى انت تعال بص كده، انت مثلا بتيجي هنا كده في السيرش وتكتب اسمك، انا مثلا اسمي بيكو، هروح كاتب اسمي بيكو راح يجيب لي كل الصور كل الصور بتاعتي. بس طبعا ده اكونت جوجل لسه عامله حالا، الاكونت بتاع الاصلي بتاع جوجل عليه كل صوري. لو دخلت مثلا كتبت اسمك فبتلاقي، انا مثلا هنا بيقول لي انت منزل او في ثلاث اشخاص البرنامج اتعرف عليهم، صور لميسي وصور لكريستيانو وصور قصدي محمد صلاح وصور لايلون ماسك. فانت عندك ميزه تعرف على وشوش حلوه جدا، تقدر تعمل سيرش على اسمك مثلا وهتلاقي عادي جدا. الميزه اللي بعديها انت تقدر تعرف اللوكيشن اللي انت خدت في الصوره. لو انت مثلا صورت صوره مثلا في الساحل او اي حاجه وبعد كده نسيت الصوره دي انت كنت مصورها فين، لما بتفتح الصوره بتدوس على الثلاث شورت بتلاقي حاجه اسمها هنا لوكيشن، فبتدوس على لوكيشن فبيفتح لك على جوجل ماب اللوكيشن اللي انت خدت فيه الصوره، فدي برده ميزه حلوه جدا. الميزه اللي بعديها بقى وهي ميزه خاصه لو انت عاوز تعمل فولدرز، فبتدوس على اللايبرري من هنا كده. تمام، هنا بتلاقي كل الالبومز اللي عندك على الموبايل مش اللي على جوجل فوتوز، فبتدوس على كريت البوم بتقدر انت تعمل البوم، تكتب اسم مثلا هنا كده وسلكت فوتوز وبتختار الصور. هنا بقى عندك ميزه حلوه جدا، انت بفرض مثلا انت من غير قصدك مسحت الصور من على برنامج او فيديو، فبتيجي هنا على اللايبرري من فوق بتلاقي حاجه اسمها تراش، فكل الصور او فيديوز انت مسحتها موجوده تقدر انت تسترجعها من اول وجديد، او لو انت مثلا في صور عاوز تخليها الفيفوريت بتاعتك فبتعمل لها الصور وبتلاقي هنا في الفيفوريتس. نتنقل بقى للميزه اللي بعديها وهي ميزه خاصه بالفيديوهات. هنا لو انت مثلا مش عاوز تعمل مونتاج للفيديو بتاعك وعاوز تعمل حاجه بسيطه، عاوز مثلا تعمل قطات اصلا حاجه بسيطه، تعمل ستابلايزيشن اللي هي تثبيت الفيديو. لو انت مثلا بتصور فيديو بالموبايل بتاعك والفيديو مهزوز تقدر تثبته، بتفتح الفيديو اللي انت عاوز تمنتج او تعمل فيه حاجه بسيطه فبتلاقي علامه اديت تحت، فبتدوس عليها بيفتح لك بقى حاجات كتير. احنا النهارده هنستخدم كلهم لانهم حاجات بسيطه جدا. عندك هنا ميزه الاستابلايز او الاستابلايزيشن، بتدوس عليها فبتسيبه يحمل، الفيديو بيكون مهزوز، بعد كده بتلاقي الفيديو ثابت خالص، بيعمل بالذكاء الاصطناعي بيخليه ثابت خالص. الميزه دي موجوده عندي في البريمير برو لما بنتج فيديوهاتي، بس هنا بتعمل باحترافي جدا. بعد كده هنا اقدر اعمل ميوت لو مثلا الفيديو فيه صوت، فاقدر اعمل ميوت للفيديو، او روتيت اللي انا اقدر اغير الروتيت بتاع الفيديو، او ممكن من هنا اللي انا مثلا عاوز اقص الحته دي، عاوز اقص الحته دي، عاوز اقص الحته دي، وبعد كده ما خلاص بتدوس على سيف اند كوبي. تمام كده احنا خلصنا المميزات، تعالوا بقول لكم على شويه سيتنجز عشان تقدر انت تعمل باك اب للحاجات بتاعتك. بص انت الباك اب هنا كل عليك انت هتدوس على ليتر هنا، تمام، وهتدوس على صوره الاكونت بتاعتك.
وهنا هيقول لك اللي انت الترن هيكون ترن اوف باك اب، فانت تعملها ترن اون. بعد ما تعمل ترن اون هيجيب لك كده، هنا بيقول لك انت عندك 15 جيجا بس تقدر انت ترفع الحاجات بتاعتك، ولو عاوز تزود بتدفع فلوس. انا عاوز اقول لك حاجه، انا على الاكونت الاصلي بتاعي حاطط بتاع 3 او 4000 صوره ومستخدم 4 جيجا ونص بس. انت متخيل 3 او 4000 صوره؟ فانت 15 جيجا درو معاك، انت ممكن تحمل امتى 10000 صوره و50000 فيديو يعني هيترفعوا معاك عادي جدا. وهنا بقى بتدوس على الفوتو سيتنجز، هنا مثلا بتقول له نوتيفيكيشنز عشان لو يبعت لك نوتيفيكيشنز باي مسج مثلا لو في صوره انت عاوز تاخد لها بيك اب او كل الكلام ده. هنا بقى في ميزه جميله جدا ودي ما تعتبرش ميزه قوي، اللي هي ميزه الستورز. لو انت مثلا بتستخدم برنامج جوجل فوتوز بقالك فتره، فانت مثلا بعد كل فتره البرنامج بيقول لك انت خدت الصوره دي بقالك قد ايه. يعني انا مثلا في الاكونت بتاعي الاصلي بيقول لي انت خدت مثلا الصوره دي اتصورتها في الساحل من سنه، فانت بقى بيجيب لك وبيبعت لك مسج بيقول لك، او على حسب بقى بيبعت لك مسج بيقول لك انت خدت الصوره دي من سنه. زي مثلا انستغرام، انستغرام بيجيب لك صور او بيجيب لك ستوريز عامه، هنا برضو نفس الفكره بس بيقول لك انت الصوره دي خدتها بقالك قد ايه. تمام، بس كده احنا خلصنا سكرين ريكورد، تعالوا بقى نرجع نكمل شرح عادي جدا. تمام، بس كده كان فيديو سهل وبسيط ما فيهوش اي مشاكل. وانا النهارده ما قلتش كل مميزات البرنامج، فيه مميزات كتيره جدا ومميزات رهيبه جدا. لو حابين اعمل لكم جزء تاني نتكلم فيه عن بقيه المميزات انزلوا اكتبوا تحت في الكومنتس. تمام، بس كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك. بس كده، سلام.